هذا الفيديو راح نعمل معاينة عن هذا الماوس من شركة جلوريوس موديل او. انا استخدمت هذا الماوس لثلاثة اسابيع فتقدر تقول اعرف ايش الايجابيات والسلبيات اللي في هذا الماوس. فاذا كنت ناوي تشتري هذا الماوس تابع هذا الفيديو وبعدها قرر. طيب يا جماعة، أول ما تفتح صندوق راح تلاقي بالطبع الماوس، وهذا الماوس متوفر باللونين الأبيض والأسود، ويجي معاه USB-C Extender Dongle، وتحت الصندوق راح تلاقي دليل استخدام ورابط الموقع إذا بغيت تنزل برنامج تحكم الإضاءة وتعديل الحساسية للـ DPI وتحديث الماوس، وراح تحصل كيبل USB-C بطول مترين، وهذا الكيبل راح يفيدك في تعبئة الماوس أو إذا بغيت تستخدم الماوس سلكياً. وللمحبين استيكرز الشركة ما قصت معاكم من هذه الناحية. وبس، وهذا كل شيء راح تحصلوه في الصندوق. طيب، أول نقطة راح نتكلم عنها في هذا الماوس اللي هو الحجم. يوجد عدة أنواع من هذا الماوس. موديل O اللي تشوفوه الحين يعتبر الأكبر حجما، وعندك ماينس O اللي يعتبر الأصغر حجما. إذا كان حجم كفك صغير يفضل أنك تأخذ ماينس O. ركزوا في هذه النقطة يا جماعة، اختاروا الموديل على حسب حجم كفكم والمسكة. إذا ما عجبك مسكة الموديل O، عندك نوعية ثانية من هذا الماوس اللي هو موديل D. المسكة مختلفة عن موديل O، وبعض الناس يفضلوا D عن O. قبل ما تشتري الماوس اختار اللي يناسبك من ناحية الحجم والمسكة. أما بالنسبة للوزن يا جماعة، هذا الماوس خفيف، وزنه 69 جرام، معناته كأنك ما ماسك شيء. 69 جرام يعتبر لا شيء، ما راح تحس بالوزن في هذا الماوس. وخلف الماوس حاطين جي سكيت فيت، وهذا راح يساعد في سلاسة تحرك الماوس، وهذه نقطة إيجابية للمحبين الألعاب التنافسية، أتوقع راح يساعدكم في التصويب، أتوقع، مع إنه ما ساعدني أبداً يعني. بالنسبة للأزرار ما حسيت إنه في شيء مميز في هذا الماوس، تقدر تعدل كل الأزرار في البرنامج، وفي أسفل الماوس عندك زر DPI إذا بغيت تزيد أو تقلل من حساسية السنسر. وتقدر تعدل الحساسية في البرنامج. ونوعية السنسر اللي في هذا الماوس من شركة جلوريوس BMF، ما اقدر اقول غير ان هذا السنسر مرة سلس. سرعة الاستجابة في هذا الماوس ممتازة جدا، ما راح يخيب ظنكم. انا جربت استخدم هذا الماوس لاسلكين عن طريق الـ USB-C دونجل متصل على تردد 2.4 هرتز. نصيحة، لا تحط الدونجل خلف الكمبيوتر، راح يسبب مشاكل في شبكة الاتصال. حطوه أمام الكمبيوتر على أساس تحصل على الأفضل تجربة. إذا استخدمته بالـ USB-C وما لاحظت في فرق فيما بينهم في الألعاب. والشيء جيد في هذا الماوس عندك طريقتين تشبك فيهم. أما بالنسبة للبطارية، في الموقع مكتوب عمر البطارية 71 ساعة إذا ما شغلت إضاءة RGB. إذا شغلت إضاءة على سطوع 100% سلم على البطارية، أتوقع راح يكمل معاك بكثير، يوم ونص. الشركة مسوية ميزة إذا ما استخدمت الماوس والإضاءة راح تتسكر تلقائياً على أساس يحافظ على عمر البطارية. ولاحظت هذا الميزة مفيدة بالذات إذا حاب تشغل إضاءة RGB. فيا عزيز المشاهد، عندك حلين إذا بغيت تطول من عمر البطارية. الحل الأول إنك تستخدم الماوس من دون إضاءة RGB، والحل الثاني تستخدم الإضاءة على سطوع 20%. واللي تسأل عن إضاءة RGB في هذا الماوس، نار نار يا جماعة، الألوان دقيقة في هذه الإضاءة وسطوع ممتاز جدا. ما أقولكم غير إنكم راح تستمتعوا في إضاءة RGB. إذا بغيت تغير من نمط الإضاءة، يجب عليك إنك تستخدم برنامج Glorious Core. من هذا البرنامج تقدر ترفع وتقلل من سطوع الإضاءة. RGB يحسن مستوى اللعب، صدقوني. أما بالنسبة للنقاط السلبية في هذا الماوس، أول نقطة اللي هو البطارية. للأسف البطارية ما يطول كثير بالذات إذا شغلت الإضاءة، وهذا النقطة مهمة بالنسبة لي. لو مستوى البطارية كان أفضل كنت بعطيه هذا الماوس 8 من 10. فعسى النسخة الجديدة من هذا الماوس يحسنوا من عمر البطارية. والنقطة السلبية الثانية اللي لاحظتها في البرنامج يا جماعة، البرنامج يحتاج له بعض من التحسين، تحس البرنامج مش سلس كثير، ولكن ما راح يأثر في استخدامكم لهذا الماوس. وأتوقع في قادم الأيام راح يكون في تحديثات لهذا البرنامج. إذا ما يهمك عمر البطارية، ما أتوقع هذا الماوس راح يخيب ظنك. سعره $80 وسعره ممتاز جدا على مواصفاته. فاللي حاب يشتري ماوس لاسلكي حط هذا الماوس في الحسبان. كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان عندكم أي أسئلة عن هذا الماوس اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله ما راح أقصر معكم في الرد. وادعمونا باللايك والشير والاشتراك. كان معكم عادل من قناة Two Cousins، متقان إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.